بيبدأ المسلسل بزور أنا، محتالة مشهورة من ألمانيا، وبيكون المسلسل قصته معتمد على قصة حقيقية حصلت فعلا قبل كده، وبتبقى أنا انتشرت قصص احتيالها على الإنترنت والتلفزيون مع كشف حقيقتها في ولاية مانهاتن الأمريكية بعد ما نصبت على ناس أغنياء كتير منهم شخصيات عامة ومشاهير، وبيتم تقديمها للمحاكمة وعقابها بالسجن بعد انتحالها لشخصية عامة وهمية وسرقة ملايين الدولارات. وبتبدأ الشخصيات العامة والمشهورين يتكلموا عن فضيحة أنا، وبتكتب الجرايد الكبيرة عنها، وبتظهر فيفيان صحفية في مجلة اسمها مانهاتن وبتقدم عرض لمدير المجلة وبتقوله إنها عايزة تكتب عن أنا وقضيتها وتحاول تعرف إذا كانت فعلا بريئة ولا مخادعة قدرت توقع أشهر وأكبر الناس رغم سنها الصغير واللي ما تعداش 26 سنة. وبتروح فيفيان محاكمة أنا وبتسمع دفاع المحامي بتاعها، وبتظهر أنا اللي بيبان عليها التوتر والخوف، وبعد المحاكمة بتحاول فيفيان تاخد أي معلومات من محامي أنا تفيدها في تحقيقها الصحفي، وبتحاول تقنعه ياخد لها ميعاد من أنا وتعمل معاها لقاء صحفي تحكي فيه قصتها. وبترجع فيفيان لبيتها وبتتخانق مع جوزها اللي فضل مستنيها عند الدكتور عشان الكشف الدوري ليها لأنها حامل، لكن فيفيان نسيت ميعاده وبتحكي له عن تحقيقها الصحفي وعن أنا وانبهارها بالقصة ومحاولتها إنها تقابلها وتعرف الحقيقة وتكشفها وتعرف إزاي قدرت تحتل على كل الناس دي بذكائها الخارق وتضحك على أكبر وأهم الناس في مجال المال والأعمال. وبتقرر فيفيان تبعت رسالة لأنا تعرفها بنفسها وبتقول لها إنها لما قرت قصتها في الجرايد حست إن الجرايد ما كانتش منصفة وسابت تفاصيل كتير، وإنها متأكدة إنها شخصية ذكية وتستحق حد يكتب قصتها بالكامل، وهي مستعدة تعمل ده وهتستنى ردها. وبتصحى فيفيان من النوم على مكالمة من أنا اللي بتوافق إنها تقابلها وتعمل معاها لقاء صحفي. ومن ناحية تانية بتظهر المدعي العام في القضية اللي اسمها كاثرين واللي بتقابل محامي أنا بالصدفة في الشارع، وبيحذرها من الاستمرار في القضية لأن أنا بقت بطلة شعبية لأن الناس بتكره البنوك واستغلال الفنادق وفرحانة إن في حد قدر ياخد حقهم ويستغل الأماكن دي، بس كاثرين بتصر إن اللي عملته أنا غلط وإنها مجرمة ومحتالة وتستحق العقاب، لكن عندها حل يرضي جميع الأطراف وهي إنها تقدم له التماس يوريه لأنا بيتضمن سجن 4 سنين وبعدها تترحل لبلدها وتنتهي القضية، ولو وافقت عليها يتجنبوا المحاكمة والدوشة. وفي الوقت ده بتروح فيفيان تقابل أنا في السجن اللي بتستغرب إن فيفيان قدرت تاخد التصريح بمقابلتها بسرعة، وهي عارفة إن تصريح الإعلام بتاخد وقت، فبتقول لها فيفيان إنها ما جاتش بصفتها صحفية عشان تتفادى روتين الورق، وبتوعدها بعدم نشر أي حاجة قبل الاطلاع عليها وموافقتها. وبتبدأ أنا كلامها مع فيفيان عن كاثرين اللي بتحاول إنها تشوه صورتها قدام الناس وتوصل لهم إنها إنسانة غبية وسطحية بتسعى للمال وبس، لكن دي مش الحقيقة، وإن الاسم المستعار اللي اتهمتها إنها اختلقته هو اسم والدتها قبل الجواز. وبتبدأ أنا تعيط وبتقول لفيفيان إنها بتصحى كل يوم الصبح وبتشوف نفسها ورا القضبان، وبتعرف إنها مش بتحلم وده بيخليها تتضايق لأنها بريئة، وبتهمس أنا لفيفيان وبتقولها إن السجن مليان ببنات خطيرة ومجرمين وهي مش واحدة منهم ومش قادرة تعرف إذا كانت هتقدر تصمد لحد إمتى، وبتحاول فيفيان تطمنها إنها تقف معاها لحد ما الحقيقة تظهر. وبترجع فيفيان للمكتب وبتخبي على زميلها موضوع أنا، لكن بتتفاجئ إنهم عارفين إنها بتكتب عنها وبيحاولوا يساعدوها، فبتقرر إنها توزع عليهم مهام البحث في كل حاجة تخص أنا وحياتها. وبتبدأ فيفيان تكلم كل الناس اللي ممكن يكونوا تعاملوا مع أنا واللي رفضوا كلهم إنهم يتكلموا معاها أو يدوها أي معلومات تساعدها. أما محامي أنا فبيرجع بيته وبيحكي لمراته عن عرض كاثرين وإنه مش عارف ياخد قرار فيه، وبيقولها إن القضية معقدة ومتورط فيها ناس كتير في مناصب حساسة، وبيكتشف مدير فيفيان عصيانها لأوامره واستمرارها في التحقيق الصحفي عن أنا رغم رفضه ليه، وبيشتكيها رئيس المجلة اللي بيطلب منه يخرج ويتكلم مع فيفيان لوحدهم، وبتقول له فيفيان إنها نجحت تقابل أنا وتتكلم معاها وإن دي قصة قوية تقدر تشتغل عليها أحسن من المهام اللي بول مديرها بيديها واللي ما بتلاقيش نفسها فيها، وبتحس إنها بتقتل إبداعها وما بتقدمش جديد، وبتترجى فيفيان مدير المجلة يديها شهر واحد عشان تشتغل على قصة أنا، فبيقرر المدير يديها أسبوعين لو ما قدمتش تحقيق قوي هتضطر بقى إنها تسمع كلام بول. وبتروح فيفيان لفندق اسمه جورج 12 قالت لها زميلتها عليه بعد ما عرفت إن أنا قعدت فيه فترة طويلة، وبتدي الموظفة فلوس عشان تسيبها تدخل الأوضة اللي أنا كانت مأجراها، وبتعرف إن الأوضة كانت بتتأجر لها ب $1,700 في الليلة وإنها دفعت فواتيرها كلها وكانت بتدي بقشيش كبير. وبتتصل أنا بكل الشخصيات العامة والمهمة اللي شافت صورهم مع أنا على الإنستجرام، وبتلاقي كل شخصية منهم بيحكي قصة مختلفة عن أنا، لكن الكل أجمع إنها كانت مثال للبنت الغنية فعلا. وبترجع فيفيان للبيت وبتعلق صور أنا اللي على الإنستجرام على حيطة عندها، وبتقول لجوزها إن كل صورة بشخصية مختلفة في آخر 10 سنين ومش قادرة تعرف أنهي شخصية فيهم اللي حقيقية. وبترجع فيفيان لأنا وبتقول لها إنها حاولت تعمل مقابلات للناس اللي كانوا حواليها من الأصدقاء وشركائها في العمل، واكتشفت إن كل شخص بيتكلم عنها بطريقة مختلفة وكأن كل واحد بيتكلم عن شخص مختلف ومحتاجة منها توضيح وسبب لده، لكن أنا بتفضل تغير في الموضوع وبتعلق لها على لبسها الرخيص وبتقول لها إنها لازم تهتم بلبسها أكتر من كده، وبتقول إن في عرض تقدم لها هيخليها ما تروحش للمحاكمة وهتفكر فيه جديا لحد ما تهتم هي بشكلها لأنها لازم تعرف إنها بتتعامل مع شخصية مهمة مش أي حد. وفي الوقت ده كان محامي أنا لسه بيفكر في حل للمعضلة بتاعته وبيقول لمراته إنه مش عارف ياخد قرار، فبتنصحه مراته إنه يسيب القرار الأخير لأنا. وبترجع فيفيان
للمكتب وبتقول لزمايلها اللي حصل وبتحاول تدور على حل للمشكلة، وبينصحها زمايلها انها تحاول تقنعها ما تقبلش الالتماس قبل ما تاخد منها القصة كاملة. بس فيفيان بتعرف من محامي انا انها قبلت الصفقة والالتماس ومش مهتمة تقابلها تاني، وبتروح فيفيان بعدها لميعاد الدكتور بتاعها لكن ما بتقدرش تبطل تفكير في قضية انا، وبتعيط وبتقول لجوزها انها كانت هتبقى قضية حياتها وهتنجح بسببها وتعمل انجازات لكنها خسرت كل ده. وبتصر فيفيان انها ما تستسلمش وبترجع للبيت وبتعمل خريطة بصور انا والسنين اللي اتاخدت فيها وبتتتبع قصتها لوحدها عشان توصل للحقيقة. وبتلاحظ فيفيان وجود صورة لانا مع موظفة الفندق اللي انكرت قربها من انا وقالت انها بالنسبة لها مجرد نزيلة مش صديقة، وبتسأل فيفيان الموظفة ليه انكرت علاقتها بانا رغم وجود صور ليهم سوا، وبتحاول تقنعها تساعدها عشان تقدر بدورها تساعد انا، لكن الموظفة بتقول لها انها كصحفية مش هتهتم بحاجة غير قصتها وشغلها وبترفض تديها اي معلومات. فبتقرر فيفيان تاخد ميعاد من الحكومة بمقابلة انا بشكل رسمي كصحفية، وبتلبس زي رسمي وبتروح لانا وبتسألها ليه عايزة تقبل الالتماس رغم ان ده هيثبت مزاعم خصومها بدل ما تدافع عن نفسها وتسترد سمعتها، وبتقول لها ان مصالحهم متبادلة سوا، هي صحفية وعايزة قصة قوية وانا عايزة تثبت براءتها وتبقى مشهورة، وبالتالي لو ساعدوا بعض هتقدر كل واحدة توصل لهدفها. وبتقتنع انا بكلامها وبتقرر تغير رأيها في المحاكمة وبترفض الالتماس وبتطلب انها تتحاكم محاكمة عادلة، وبتبدأ انا تحكي لفيفيان عن حياتها وشغلها وترد على اسئلتها. وبتروح فيفيان تقابل فال اول صديق عرفته انا لما وصلت امريكا واللي كان بيشتغل في مجال الموضة والازياء، واللي بيقول لها انه خبرة في البنات المتسلقة اجتماعيا لكن انا ما كانتش كده ابدا، وده بيقدر يعرفه عن تفاصيل الشخص اللي قدامه، وبيعرفها ان انا كانت انيقة وبتعرف تتكلم وتتعامل وراقية، لكن في نفس الوقت بيقول ان انا ما كانتش بتهتم برأي الناس وكان صعب الوصول اليها ومحدش كان بينجح في كسب صداقتها. وبتعرف فيفيان من فال ان انا كان ليها عشيق اسمه تشيس اللي بيظهر وهو بيتكلم في تيدكس مؤتمر المعرفة الشهير، وبتحاول في الوقت ده فيفيان وزمايلها في الشغل يتتبعوا صور انا وتشيس على الانستجرام ويقارنوها ببعض عشان يوصلوا لاي معلومة تفيدهم، وبيكتشفوا ان الاتنين كانوا بيعيشوا في الفنادق المختلفة وبيتنقلوا من مكان لمكان لحد ما قرروا انهم يعيشوا في بيت واحدة صاحبتهم غنية ومشهورة اسمها نورا، واللي كان عايش معاها فال هو كمان لانها بتحب فكرة الموضة والازياء وكان بيهتم بشكلها ولبسها. وبتعرف فيفيان ان تشيس توقف عن تنزيل اي صور على الانستجرام من سنة 2016، وبتوصل لمعلومة مهمة ان انا قضت وقت مع شخصية مشهورة اسمها تاليا، فبتقرر فيفيان تروح تقابلها وبتنجح تاخد ميعاد معاها. وفي نفس الوقت ده بتقابل نيف موظفة فندق جورج 12 واحدة اسمها ريتشل كانت صديقة انا، وبتبلغها ان انا رفضت الالتماس وهتكمل المحاكمة، وبتطلب منها انهم يزوروا انا في السجن، وبتستغرب ريتشل طلب نيف وبتقول لها انها مستحيل تعمل كده، وبتتخانق نيف مع ريتشل وبتتهمها انها مش صديقة حقيقية وانها بتتخلى عن انا بعد ما فلوسها خلصت. وبتروح فيفيان تقابل تاليا وبتنبهر بالفخامة والثراء بتاع البيوت اللي في المنطقة اللي عايشة فيها تاليا اللي بتستقبل فيفيان بترحاب، وبتلاقي فيفيان ناس موجودين في البيت وبتفتكرها عاملة حفلة، لكن تاليا بتقولها ان ده الطبيعي عندها عشان بتحب اصحابها يكونوا حواليها دايما. وبتبدأ فيفيان في عمل المقابلة، وبتعرف من تاليا ان انا قضت معاها اجازة واستمتعوا فيها سوا بعد ما تقابلوا في معرض فني للوحات، ولاحظت ان شخصية انا ذكية وطموحة وتقدر توصل للي عايزاه مهما كان. وبنرجع للماضي وبتظهر انا وهي قاعدة مع تشيس بيتفرجوا على انستجرام تاليا اللي بيلاقوها منزلة صورة من يخت خاص بشخصية مهمة في مجال التكنولوجيا، وبيتحمس تشيس اللي بيطلب من انا توصله بيه عشان يستثمر في التطبيق بتاعه اللي شغال عليه، وبيطلب تشيس من انا تقول لتاليا انهم في ابيزا رغم انهم في تشيلسي وقتها، وبتعزمهم تاليا على العشاء وبيقضوا وقتها الاجازه مع تاليا واصدقائها. وبيحاول تشيس يقنع هان ملك التكنولوجيا بالاستثمار في التطبيق بتاعه لكن بيفشل يكسبه، فبتتدخل انا اللي بتقدر بذكائها تقنعه، وبينبهر بيها هان اللي بيعرض عليها تشتغل معاه، وبترفض انا وبتشكره على عرضه. وبتحكي تاليا لفيفيان انها اتخانقت مع انا لانها رجعت لليخت وقعدت فيه لوحدها مع تشيس بعد ما كلهم مشي وسابوه، وده ضايق هان صاحب اليخت لان انا كانت ضيفه تاليا مش ضيفته ولا يعرفها، فقامت تاليا كلمت انا وزعقت لها وطلبت منها تسيب اليخت حالا، واللي كلف هان مبلغ كبير، وبتقول تاليا انها ما كلمتش انا من وقتها. وبتروح نيف لكيسي صديقه انا اللي بتقول لها ان ريتشل كلمتها وقالت لها اللي حصل بينهم، وبتدافع نيف عن انا وبتقول لها ان انا مش مستعده تواجه العالم ده وهي مدلله ولازم يساعدوها ويقفوا معاها لحد ما تتخطى الازمه، وبترفض كيسي هي كمان انها تزور انا، وما بتقدرش نيف تفهم رد فعل اصدقاء انا بيعملوا كده ليه، لكن كيسي بتقولها ان الشخصيه اللي في السجن مش هي نفس الشخصيه اللي اتعرفوا عليها ولا عاشروها، وانها ضحكت عليهم واستغلتهم. وبترجع فيفيان من زياره تاليا وبتقابل فال اللي بيقول لها انه قابل انا بعد ما رجعت من ابيزا لباريس وشافها بتتخانق مع تشيس وحاول وقتها يهديها ويبعد عنه، لكن بيتصل بيه تشيس وبيطلب منه يتاكد من شخصيه انا ويبص على الباسبور بتاعها، لكن فال رفض واتهمه انه مخمور ومش داري اللي بيقوله، وبيفتكر فال حاجه حصلت بعدها لما كان خارج من الفندق مع انا ورفض المدير خروجهم وحجز على حاجتهم لان كروت انا الائتمانيه مش شغاله ولازم يدفع فلوس الفندق، وانا اتخانقت معاه وقالت له ان والدها
هيعاقبهم على طريقتهم معاها، لكن بعدها بشوية بتنهار أنا وبتقول لفال إن والدها بيعاقبها وقطع عنها الفلوس وبتقوله إنها هتدفع كل اللي عليها وبتنهار، وبيفضل فال معاها لحد ما بيوصل تشيس وبيدفع كل الفلوس المتأخرة، وبيروح فال يطلب الشنط بتاعته عشان ياخد الدواء بتاعه، وبيقرر وقتها يفتش شنطة أنا ويبص على الباسبور بتاعها، وبيروح بعدها فال وبيتكلم مع تشيس وبيقوله إنه شاف باسبور أنا واكتشف إنها مش ألمانية وإنها روسية واسم عيلتها سوروكون، لكن تشيس بيروح لأنا وبيقولها إن فال فتش في حاجتها، وبتتخانق أنا مع فال وبتقوله إنه خان ثقتها فيه، وبيحاول فال يقول لها الحقيقة وإن تشيس هو اللي طلب منه في البداية يفتش في الباسبور وإنه كان شاكك فيها، لكن أنا ما بتصدقوش وبتمشي مع تشيس، وبيتخانق تشيس مع أنا بعدها بسبب اكتشافه الهوية الحقيقية بتاعتها وإنها روسية مش ألمانية واسم عيلتها سوروكون مش ديلفي، لكن أنا بتزعق في وشه وبتقوله إنها غيرت الاسم عشان ما كانش عاجبها مش أكتر، وبيحاول تشيس يعرف حقيقتها وبتقوله أنا إنها شخصية بتحاول تبني مكان للفنانين واللي مالهمش وطن عشان يقدروا يحسوا بالأمان والانتماء، وبتطلب منه يقف معاها تحقق حلمها، وبيتأثر تشيس بكلامها وبيقرر يساعدها، وبنرجع للوقت الحاضر وبتروح فيفيان تقابل نورا واحدة من الستات اللي كانوا يعرفوا أنا وبتحاول تعرف منها أي معلومة جديدة تفيدها، وبترفض نورا تتعاون مع فيفيان وبتقولها إنها مش هتسمح لسمعتها وشغلها يتأثر بسبب مقالها الصحفي لو اسمها جه فيه، فبتوعدها فيفيان إن اسمها مش هيتم إدراجه في التحقيق الصحفي ومش هتسجل لها القعدة، فبتبدأ نورا تحكي لها من بعد ما قررت تستقر مع تشيس وتوقف اعتمادها على والدها في الأمور المادية، وبتقول نورا إنها ما حبتش تشيس أبدا وإن الاتنين جم قعدوا معاها فترة وبتفتكر الوقت اللي كانوا عندها فيه، وأنا بتتخانق مع تشيس عشان كان بينافق وبيتملق نورا، لكن تشيس بيقنعها إن ده ضروري عشان مصلحتهم معاها، وبتصحى أنا تاني يوم وبتلاقي تشيس قاعد بيفطر مع نورا، فبتاخده على الاجتماع اللي مع مستثمرين عشان مشروع المؤسسة الخاص بأنا ويحاولوا يقنعوهم يدخلوا معاهم في المشروع، فبيقولوا لها إنهم بيهتموا بالاسم اللي بيشاركوه أكتر من أهمية المشروع نفسه ولازم تعمل لنفسها اسم عشان يوافقوا يستثمروا فلوسهم معاها، وبترجع أنا للبيت مع تشيس اللي بيلاقي نورا بتعزمه على حفلة رايحاها فيها ناس مهمة هيساعدوه في المشروع بتاعه وما بترضاش تاخد أنا معاهم، وأول ما تشيس بيرجع بتطلب أنا منه يخلي نورا تساعدها زي ما بتساعده خصوصا إنها واجهة وغنية ومشهورة وده اللي عايزينه المستثمرين، فبيقولها تشيس إن نورا ما بتحبهاش وممكن يدور لها على حد شبهها يساعدها في مشروعها، فبتقرر أنا تبهر نورا وبتقرب منها وبتقعد تكلمها عن الفن والرسامة المحببة لنورا اللي بتقرر تاخدها معاها للنادي الاجتماعي بتاعها اللي فيه أشهر وأغنى وأهم سيدات الأعمال، وبتستغل أنا الفرصة وبتحكي لها عن المؤسسة اللي عايزة تعملها، لكن نورا ما بتديهاش أي اهتمام وبتفضل مركزة مع الهدوم اللي بتقيسها قدام المراية، وبتطلب منها تنقي حاجات لتشيس على حسابها، وأول ما بتروح أنا تحاسب بتقول لها الموظفة إن نورا هتحاسب عليهم بس محتاجة منها تمضي مكانها، وبتنبهر أنا لما بتلاقي نورا اشترت في يوم واحد بآلاف الدولارات هدوم، وبتتفاجئ بعدها أنا بتشيس اللي بيقول لها إنه مسافر برلين عشان يشارك في مؤتمر مهم وبيرفض ياخدها معاه، وبتعاتبه عشان المفروض يساعدها في مشروعها اللي هتبدأه، لكن تشيس بيطمنها وبيقول لها إنه هيرجع بسرعة وإنه واخد باله منها ومن مشروعها ومش ناسيها، لكن بتكتشف أنا في حفلة من حفلات نورا بعدها إن المؤتمر تم إلغاءه السنة دي وإن تشيس كذب عليها، فبتتعصب أنا وبتكلمه في التليفون وبتتخانق معاه وبيقفل في وشها وبيرفض يرد على مكالمتها من وقتها، وبتفضل أنا تتصل بيه وتسيب له رسائل وبتنهار من العياط، لكن تشيس ما بيرجعش يكلمها وبيختفي تماما، وبتخلص فيفيان لقائها مع نورا وبتروح لمحامي أنا وبتطلب منه تطلع على أي معلومات تخص تشيس اللي كان نشط جدا في الفترة اللي عرف فيها أنا واختفى بعدها تماما بدون أي سبب، لكن محامي أنا بيرفض يديها أي معلومات، فبتروح تتواصل مع رافائيل موظف من موظفين تشيس اللي كان مسؤول عن التطبيق، وبتعرف منه إن أنا راحت له تسأل على تشيس بعد ما اختفى وطلب منها لو قدرت توصل لتشيس تقوله إنه ما دفعلوش المرتب من شهور وإنه محتاج للفلوس وإنه هيسيب الشغل، فبتطلب أنا منه بما إنه مبرمج يعرف لها مكان تشيس من خلال منشوراته من على الإنترنت، وبتسأل فيفيان رافائيل عن مكان تشيس في الوقت الحالي، فبيقول لها إن كل اللي يعرفه إن تشيس سافر دبي وبيشتغل عند شيخ غني هناك وإن اللي عايز يقابله لازم ياخد ميعاد سابق معاه، فبتقوله فيفيان إنها بعتت له رسائل كتير ورفض يقابلها، وبتروح فيفيان تقابل زميلتها في الشغل اللي كانت بتشتغل في دبي عند شيخ هناك، وبتقول لها إنه لو فعلا بيشتغل هناك هيبقى نازل في فندق فخم قريب من قصر الشيخ، فبتقرر وقتها فيفيان تسأل كل الفنادق الكبيرة هناك عن تشيس لكن ما بتقدرش توصل أي جديد، فبتفضل تدور تاني في الانستجرام بتاعه لحد ما بتلاقي صورة ليه في أوهايو عند أهله، فبتقرر تتواصل مع سوزان أخته اللي بترفض تتعاون معاها وبتقفل في وشها، وبتروح فيفيان لأنا السجن وبتطلب منها تحكي لها عن زيارتها لأهل تشيس، وبتقعد أنا تفتكر اليوم اللي سافرت فيه الأوهايو ولقيت تشيس هناك، وبتعرف إنه طفل بالتبني وكان بيكذب وبيقول إنه ابن الاتنين مهاجرين لأمريكا، وبتتخانق أنا مع تشيس وبتطلب منه يفهمها عمل كل ده ليه وساب شغله ومشروعه ورجع لأهله، فبيقولها تشيس إن التمويل اللي معاه خلص ومشروعه بيواجه مشاكل بسببها لأنه صرف عليها فلوس كتير، فبتقول له أنا بعصبية إن هو اللي كان بيصر يسافر الأماكن اللي فيها ناس ممكن تساعده في مشروعه فما ينفعش يلومها، وبيعرفها تشيس إنه هيخبي على نورا مشكلته لأنه مديون لها بملايين لحد ما يعرف يوصل لحل،
الحل. وبتخلص الزيارة مع أنا، وبتقرر فيفيان تتصل بتشيس وتسيب له رسالة تهدده فيها لو ما ردش عليها هتحط اسمه في المقال وتقول على كل المعلومات اللي عرفتها عنه. فبيرد عليها في ساعتها وبتطلب منه فيفيان يقول لها على القصة من وجهة نظره واللي حصل في علاقته مع أنا. فبيحكي تشيس إنه بعد ما راحت له أنا رجع معاها عند نورا وبدأ يتواصل تاني مع مستثمرين بعد ما اتفقوا يكملوا سوا ويحاولوا يوصلوا لحلمهم ويخبوا على نورا أزمتهم. لكن أنا ما التزمتش بكلامها وراحت قالت لنورا من ورا تشيس على أزمة المشروع بتاعه. وعلى العشاء بيقعدهم التلاتة على السفرة وبتطلب نورا من أنا تحكي لها عن مشروعها والمؤسسة اللي عايزة تعملها، وبتعرض عليها تساعدها وتعرفها على ناس يقدروا ينجحوا مشروعها. وبعد العشاء بتراقب أنا نورا وتشيس وهما بيتخانقوا سوا، وبتعرف أنا بعدها من تشيس إن نورا طلبت منه يبعت لها كل المعلومات والورق والتطورات في المشروع بتاعه واللي استثمرت فيه فلوسها. ووقتها بيعترف لها بالأزمة اللي عنده وبتتخانق معاه، وبيستغرب تشيس التغيير اللي حصل لنورا واهتمامها الغريب بمؤسسة أنا في نفس الوقت اللي اكتشفت فيه مشاكل المشروع اللي عنده. وبتعرف نورا أنا على مايكل، واحد من أهم مدراء المعارض الفنية في العالم واللي هيساعدها في إقامة مؤسستها الفنية، واللي بدوره بيعرفها على ساشا وريتشي وغيرهم كتير من أهم رجال وسيدات الأعمال، واللي قدروا يساعدوها بمكالمات منهم إنهم يخلوا المستثمرين يوافقوا على مشاركتها. وبيتخانق تشيس مع أنا واللي بتقول له إنها حاولت كتير تساعده في مشروعه وهو ما عملش علشانها حاجة، فبيفكرها إنه لما عرف حقيقتها ما قالش لحد وكتم على الموضوع، فبتقول إن هو كمان كذب وما قالش الحقيقة عن أصله وجاي منين، ده غير إنه فاشل في مجال العمل وبيهرب مع أول وقعة ومشكلة بيواجهها. فبيطلب تشيس من أنا 40% من أرباح مؤسستها لأنه السبب في تعريفها بنورا، فبتسيبه وتمشي من غير ما ترد عليه وبتلم حاجتها من بيت نورا وبتسيب المكان. فبتقرر فيفيان تروح لنورا مرة تانية وتعرف ليه أنا قررت تسيب بيتها ويقطعوا علاقتهم ببعض. فبتحكي نورا عن اليوم اللي اكتشفت فيه إن أنا اشترت ببطاقتها الائتمانية في اليوم اللي خرجوا فيه سوا أغلى لبس وأغلى جزم بمبالغ كبيرة جدا من غير ما تقول لها. وبتفتكر لما إدت أنا بطاقتها الائتمانية في يوم عشان تشتري أكل ليهم، وأنا وقتها سرقت بيانات البطاقة وسرقت فوق ال 400,000 دولار، ورفضت نورا الكشف عن الموضوع ده قدام المحكمة عشان شكلها قدام الناس ومحدش يقول إن بنت صغيرة ضحكت عليها، خصوصا إنها قدرت ترجع فلوسها بمساعدة مديرة البنك الفيدرالي اللي تبقى صداقتها المقربة. وبتروح بعدها فيفيان لأنا وتقول لها إنها عرفت معلومات كتير سواء من نورا أو تشيس عنها، وتقدر تكتب قصة كاملة بدون مساعدتها، فالأفضل ليها إنها تتعاون معاها وتقول لها على كل المعلومات اللي عندها لو فعلا عايزة تبين الحقيقة وتوضحها للجمهور. وبتروح فيفيان لتود محامي أنا وبتقول له إنها في صفه وإنها محتاجة مساعدته عشان هدفهم واحد وهو الوصول للحقيقة. فبيقرر تود يديها المعلومات اللي اتبعتت له واللي فيها كل تفاصيل مؤسسة أنا اللي كانت بتعملها، وبتصور فيفيان الورق وبتروح توريه لمديرها اللي بيقرر يديها أسبوعين كمان عشان تكمل التحقيق بتاعها. وبتكتشف فيفيان من الورق إن أنا قدرت تقنع المستثمرين إنها تاخد بيت فخم في قلب المدينة مبني على الطراز القديم ويبقى مقر للمؤسسة بتاعها اللي هتضم فنانين ورسامين ومطاعم فخمة ومعرض للرسوم، وقررت تعمل افتتاح فخم للمكان. وبتتعرف فيفيان على خطة العمل الخاصة بالمشروع، وبتعرف إن أنا احتاجت تمويل 40 مليون دولار عشان تجهز المؤسسة وتجمع أفضل مستشارين في كل مجال هتحتاج له في المشروع، من المهندس المعماري للمشرف على تنفيذ الغرف وكمان صاحب واحد من أكبر المطاعم اللي كان بيخطط لافتتاح مطعم عندها. وبتوصل فيفيان لمعلومة مهمة جدا وهي إن صاحب المبنى اللي أنا اخترته عشان تعمل فيه مشروعها يبقى إيبي روزن، واحد من أكبر وأغنى رجال الأعمال في مجال العقارات في مانهاتن. وبتحكي فيفيان لفريق العمل بتاعها في الشغل على المعلومات اللي وصلت لها، وبيسألوها إزاي أنا قدرت تلاقي حد يمول لها مشروع ب 40 مليون دولار. فبتقول لهم فيفيان إنها قدرت توصل لواحد اسمه ألان ريد، الشخص اللي قدر يساعد أنا تاخد قرض بمبلغ زي ده. وبتروح فيفيان تقابل ألان في معرض فني وبتطلب منه يساعدها ويقولها المعلومات اللي عنده، وبتوعده إنه اسمه مش هيجي في القصة ويحافظ على سمعته، لكن ألان بيرفض الكلام معاها وبيسيبها وبيمشي من المكان. وبيقعد ألان بيفتكر الوقت اللي عرف فيه أنا لما راح يلعب سكواش مع صديقه اللي طلب منه يعرفه على أنا على أساس إنها وريثة أوروبية لعيلة غنية جدا ومحتاجة مساعدة في مشروعها الجديد. وبتحكي أنا لفيفيان في الزيارة الجديدة تفاصيل زيارتها لألان في البنك وهي بتحاول تبان واثقة من نفسها، وبتشرح له كل حاجة عن مؤسستها وناديها الاجتماعي وبتقدم له خطة العمل الخاصة بالمشروع. لكن ألان بيقولها إن النجاح في نيويورك صعب وهي ما عندهاش خبرة مهنية تأهيلة للمجال اللي عايزة تعمل مشروعها فيه، ده غير إن ما عندهاش أي رأس مال في أمريكا وأهلها في أوروبا، وده بيصعب المهمة في إنها تاخد دعم من مصرف أمريكي من غير سجل أعمال، وما بيقتنعش ألان بعرض أنا رغم كل محاولاتها معاه. وبتروح فيفيان تعمل مقابلة مع مديرة بنك كبير واللي بتقول لها إن أنا طلبت قرض ب 40 مليون دولار وتم رفضه لأن مظهرها ما كانش باين عليه إنها سيدة أعمال ناجحة، لكن تبان إنها بنت صغيرة لابسة هدوم غالية فرحانة بيها وعايزة تبان إنها صاحبة مشروع. لكن لما أنا فهمت النقطة دي بدأت تاخد بالها من مظهرها وتحاول تحسن علاقتها بناس مهمة يقووا شكلها قدام البنوك ويغيروا وجهة نظرهم ناحيتها. وبتظهر أنا وهي بتتكلم مع ألان بعد ما صممت إنها ما تستسلمش، وبتقوله إنها بتعاني لأنها بنت وصغيرة في مجال إدارة
إدارة الأعمال، وبعد ما شافت صورة بنته على مكتبه فبتخليها تخيل للحظة أزمة بنته لو فكرت تدخل مجال العمل ولقت كل العقبات دي لمجرد إنها بنت، على الرغم من إن دراسة الجدوى المشروعة وطاقم المستشارين اللي معاها قوي جدا. وبيبدأ ألان يلين ويسمع لها وبياخد منها ورق المشروع بتاعها وبيقول لها إنه لازم يتأكد من صندوقها الائتماني في ألمانيا، وبتعزمه أنا على حفل عملها بمناسبة نجاح الخطوة الأولى في مشروعها، وبتعزم أنا ناس كتير من المشاهير ورجال الأعمال وبتبهر بيهم ألان، وبتشكر كل شخص جه الحفلة وقدرت تتعرف من خلالهم على ناس تانيين كتير مهمين. وبيحاول ألان بعدها يتواصل مع المسؤول عن أموال أنا في ألمانيا وبيسأله عن وضعها المادي واللي من خلاله هيقدر يوافق على القرض. وبتستعرف فيفيان إن ألان اقتنع بشوية كلام من أنا بدون إثبات واحد رغم خبرته الكبيرة في المجال المالي، فبتفتكر إيه الدافع اللي ممكن يخليه يعمل كده، وبتشك إنهم يكونوا على علاقة سرية ببعض وده الشيء الوحيد اللي يخليه يخضع لها بسهولة. وبتحاول فيفيان تتأكد من الفكرة وبتروح تتكلم مع موظفة في البنك بتاعه اللي بتقولها إن ألان مستحيل يعمل كده وإن اهتمامه الحقيقي هو الفلوس وإن السبب لموافقته الحقيقي هو إنه شاف إن المشروع هيبقى ناجح ويقدر من خلاله يكسب فلوس كتير. لكن الغريب إن كل الساعات الإضافية اللي اشتغلها على المشروع ما خدش عليها الفلوس بتاعته من أنا اللي كانت فعلا مفلسة في الوقت ده. وبيظهر ألان اللي بيطلب من هنك المسؤول المالي الخاص بأنا الأوراق اللي تثبت أصولها وأملاكها في ألمانيا، وبيفكروا إنه بعد فاتورة بقى تعبه ومحتاج منه دفعة من الفلوس، وبيعتذر له هنك وبيقوله إن خلال يومين تلاتة الفلوس هتوصل له وإن المشكلة في التحويل الدولي اللي بياخد وقت. أما فيفيان فبتدخل عليها زميلتها في فريق العمل وبتقول لها إنها وصلت لمعلومة خطيرة إن أنا سرقت قبل كده طيارة خاصة وراحت بيها أماها، وإن شركة بليد اللي أخدت منهم الطيارة رفعوا دعوة ووجهوا تهمة لأنا ودلوقتي بيتعاونوا مع المدعي العام ضدها. وبتفهم وقتها فيفيان ليه أنا عملت كده، وبتقول لفريقها إنها أكيد كانت عايزة تروح مؤتمر وارن بافيت الشهير لرجال الأعمال. وبتروح فيفيان للشركة عشان تعرف إزاي أنا قدرت تعمل كده، وبتكتشف إن أنا قدرت تاخد الطيارة بدون ما تقدم أي كروت ائتمانية أو تدفع فلوس بعد ما طلبت مساعدة مدير الشركة اللي اتعرفت عليه من خلال واحد من معارفها الكبار. وبتوصل أنا مع رجال أعمال كبار للحفل الخاص والسر المؤتمر وارن بافيت واللي ما بيحضروش غير كبار الشخصيات ورجال الأعمال، لكن الأمن بيرفض يدخلها الحفل عشان مش معاها دعوة. وبتستقبل أنا في نفس الوقت مكالمة من واحد من مستشاريها بيقول إن بنك من البنوك اللي مقدمين عليها عشان القرض محتاج إيداع ب $100,000 حالا. فبتتوتر أنا وبتكلم ألان وبتقول له إن ما عندهاش 100,000 في أمريكا وكل فلوسها في أوروبا وده هياخد وقت عشان يتحول. فبيهديها ألان وبيطمنها وبيقول لها إنه هيتصرف. وبتوعد أنا ألان إنه لو ساعدها تعدي الأزمة دي هتحطه من ضمن فريق العمل بتاعها في الشركة، لكن أنا بتخسر قرض البنك وبتروح تتخانق مع ألان وبتقول إنه فشل في مهمته وإن مشروعها بيقع بسببه. بس ألان بيهديها وبيقول لها إن المشروع هينجح وإنه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يرجع قرض البنك. وبيروح ألان لمدير البنك وبيحاول يقنعه إن مشروع أنا هيتم تمويله من بنوك كتير وإنه لو خسر أنا البنك بتاعه هيخسر كتير. وبيقدر ألان يقنع المدير يفتح حساب ليها وإيداع جزء من الفلوس فيه علشان أنا تبدأ في مشروعها. وبتنجح فيفيان وفريقها في كشف خداع أنا لألان عن طريق تطبيق هاتفي بتقدر من خلاله تغير صوتها ورقم تليفونها، وكانت بتكلمه منه على أساس إنها هنك المسؤول المالي بتاعها في ألمانيا. وبتروح فيفيان لألان وبتقوله الحقيقة اللي وصلت لها وإنها قدرت تخدعه على أمل إنه يتكلم معاها ويقولها أي معلومات، لكن ألان رفض الكلام معاها بعد ما اندهش من الكلام اللي قالته وسابها ومشي. واستنوا ملخص الجزء الثاني من المسلسل عشان تعرفوا باقي التفاصيل. الفيديو ده كتبته أمل عقيل وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.